طيب أختي كنا نأمل تبعا لما تم من إخلال قاعات الجلسات العامة يوم أمس أنه يوضع حد للجريمة المرتكبة باحتلال المكتب متاعي وتعطيلي كموظف عمومي عن العمل فيه والقيام بمهام الإدارية وبالتالي تعطيل العمل الإداري لمجلس نواب الشعب. ولكن الآن دخلت المكتب نجد عدد كبير من النواب هذه الكتلة المرتكبة للجريمة يواصلوا التصرف هذا المجرم بالقانون، وبالتالي تعاينوا بأنفسكم تواصل هذا التعدي علي كموظف عمومي والحيلولة دون تمكني من القيام بالعمل المتاعي. هذا قطعا تم تأثير على سبيل المثال المراسلات ذات الصفة الخصوصية اللي يفترض أنه يتم مثلا الاطلاع عليها وفيما بعد توجيهها سواء للجان المختصة أو لمكتب المجلس أو غيره. عدد من هذه المراسلات لخصوصيتها لا يمكن أن أفتحها في الأروقة ولا يمكن أن أفتحها أمام هؤلاء، وبالتالي تبقى محافظة عليها مغلقة في انتظار أنه نتمكن من العمل بشكل عادي في المكتب متاعه. أنا يعنيني الآن أني ما زلت نعاين تواصل الجريمة المرتكبة في المكتب متاعي. شكرا سي الحبيب.